بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. إن شاء الله بإذن اليوم إن شاء الله بإذن الله تعالى اليوم سوف أتحدث معكم عن زراعة أشجار الموالح. أنا كنت وعدتكم في فيديو سابق، في فيديو قصير كنت منزله، إني هتكلم عن تنتظروني في زراعة الموالح. على العموم زراعة الموالح هي زراعة، يعني زراعة جميلة جدا. زراعة الموالح عشان نزرع الموالح لازم يكفي ثلاث أصناف أساس، يعني الطعم عليهم أصول، ثلاثة أصول للتطيب. أول أصل، أصل النارنج، أو في اللغة الدارجة في القطر المصري بيقولوا عليه اللارنج، النارنج، النارنج. النارنج هو من أشهر الأصول الموجودة ومن أحسنها، يعني أصل اللارنج أو النارنج لا يعادله أصل في الموالح. في الأصل الثاني الفولكا ماريانا، في الأصل الثالث اسمه ثلاثي الأوراق. بس أنا قلت أشهر الأنواع هو النارنج، وبالذات في الأراضي الطينية أو في الأراضي الطمية أو في الأراضي الطينية الثقيلة أصل النارنج أو النارنج. أما الفولكا ماريانا لا يصلح إلا في الأراضي الرملية، وبالعلم بالشيء النارنج ينفع في الأراضي الرملية في أي أرض. أنا بقول بالأخص في الأرض الطينية، إن الفولكا ماريانا لا يجوز زراعته في الأرض الطينية، ما بيجيبش إنتاجية، لا يعطي إنتاجية. أما بالنسبة إلى اللارنج أو النارنج بيدي إنتاجية أو بيعطي إنتاجية في أي أرض. هو أصل جميل جدا، هو يعني. وبعدين أصل النارنج عندما تطعم عليه مثلا البرتقال، برتقال ابو سره مثلا، بيكون له الطعم بتاعه، ما بيفقدش طعمه. ممكن في اصل الفلكه بيفقد طعمه بعض الشيء، مش كل شيء، لا بعض الشيء. اما بالنسبه نرجع الكلمه تانية، اللارنج او النارنج بيتم زراعته بالبذور امتى في الوقت؟ ميقات الزراعه بيبدا من اواخر شهر 3 اللي هو شهر مارس إلى بداية شهر إبريل اللي هو شهر 4. تبدأ زراعة بذور النارنج. بتتزرع إزاي؟ قبل ما يبدأ الفيديو، أنا مصور فيديو على الطبيعة لطريقة الزراعة. بتتزرع إزاي؟ بيتم نقع بذور النارنج الناضجة، يعني تجيب ثمار ناضجة وتستخرج منها البذور، وبعد ما تستخرج البذور يتم نقع البذور في الماء لمدة 24 ساعة. يتم نقع البذور في الماء لمدة 24 ساعة. ثم بعد ذلك تملأ الأكياس أو الأسس التي سيزرع بها البذور، تملأ الأكياس أو الأسس التي سيزرع بها البذور بتربة، بتربة مخلوطة. إزاي مخلوطة بإيه؟ تربة طمي على رمل أو تراب على رمل، يعني تراب اسود على رمل. ثم بعد ذلك توضع البذور، وفوق البذور بتغطي البذور بيه بطبقه من الرمل، طبقه خفيفه من الرمل. ليه؟ حتى لا تنمو الحشائش بجانبها، لان لو نمت الحشائش عليها بعد ذلك اما يعني لابد انك تشيل الحشائش دي، وانت لا تدري، وانت تزيل هذه الحشائش ممكن ان تطلع معك البذور، يمكن وانت بتزيل الحشائش ان تطلع البذور الى الخارج وما يطلعش البذور، ما تطلعش. بعد ما زرعنا بيطلع بعد قد ايه؟ بعد 20 يوم. قد تزيد المده او قد تقصر، قد تزيد عن 20 او تقصر عن 20. ثم بعد ذلك بقى طب طلعت البذور والدنيا الحمد لله بخير، والبذور طلعت وطلع الإنبات كويس، نرعيها بقى. يتم مراعاة البذور. ثم بعد ذلك بعد سنة، بعد عام أو بعد عامين،
او بعد عام ونصف زي ما تحب يعني. كل ما تسيبه يعمل نمو قوي ويطعم عليه بيبقى افضل بكثير. بعد عام ونصف يتم تطعيم اشجار النارنج. تطعيم ازاي؟ في تطعيم بالعين وتطعيم بالقلم، بس في اشجار الموالح بالذات، اشجار الموالح التطعيم بالعين هو افضل انواع التطعيم. التطعيم بالعين في اشجار الموالح هو افضل انواع التطعيم. بسبب ايه؟ لان نموات التطعيم بالعين بتكون قوية جدا، يعني مستحيلة الكسر. اما التطعيم بالقلم، جميع المزارعين الذين طعموا بالقلم على اشجار النارنج يشتكون من القلم، عندما يتحمل بالثمار يتفسخ او ينكسر. تمام. اما بالنسبه برضو لاصل النارنج، اصل النارنج هو ملك الاصول زي ما احنا قلنا. ليه برضو؟ لان ممكن ان يطعم عليه الحمضيات. الحمضيات يعني زي الليمون البنزهير والليمون الحلو والليمون الاضاليه، بتطعم ايضا على النارنج. اصل النارنج ينفع للتطعيم، تطعيم الحمضيات. يعني الليمون يطعم على النارنج ما فيهاش اي حاجه، الليمون يطعم على النارنج، الحمضيات تطعم ايضا على النارنج. ويمكن ان تزرع بذور الليمون ويطعم عليها، ولكن اصل النارنج افضل بكثير. اصل النارنج اصل جيد. نقول تاني، اصل النارنج اصل جيد وعمره طويل. اصل النارنج برضه ما يميزه وهو ملك الاصول في الحمضيات والموالح بسبب ان له عمر طويل يفوق 20 عام واكثر من ذلك بكثير كمان. بس مده الانتاجيه الشديده في 20 عام، بعدها بيدي انتاجيه برضه، مش ما بيديش يعني، بيعطي انتاجيه بعدها، بس انتاجيه ليس باول 20 عام. الشباب هو شباب و20 عام، لحد كده احنا ماشيين كويس. ايه تاني بقى؟ بعد طعامنا والتطعيم ان شاء الله ناجح 100% باذن الله، اثناء بقى التطعيم، اما تكون الاشجار مطعمه ما اضيفلهاش كيماوي، ما اضيفش ازوت، ما اضيفش اي حاجه كيماويه، اضيف بس ماده عضويه. اضيف وماده عضويه زي ايه؟ ما اضيفش مثلا ماده عضويه، يعني ما اضيفش زرق الطيور، لا يجوز. ماده عضويه ان هي بيكون بقايا الحيوانات الماشيه، وانه ماشيه البهائم او الجاموس والبقر. تمام. اما ده التطعيم بالقلم بقى، يعني شفت التطعيم بالقلم عامل ازاي في الصوره اللي قدام حضراتكم دي؟ ده تطعيم بالقلم، اللي هو الكاس دي تحتها تطعيم بالقلم. وانا كنت منزل فيديو قبل كده تطعيم الموالح بالقلم، هسيب رابط الفيديو اسفل في التعليقات، او هسيبه في صندوق الوصف. ترش بقى بايه؟ بعد فك الشريط اللاصق من البوليوسيلين اللي بيبقى على العين او اللي بيبقى على القلم، بعد ما نشيل الكاز نرش بايه؟ بمبيد فطري، مبيد فطري ومبيد حشري. ليه؟ بسبب عدم حتى لا تتجمع الفطريات حول قلم التطعيم او عين التطعيم وتقتلها، تجيب لها امراض وتموت، تذبل بعد ذلك. اما بالنسبة بقى خلاص، طب التطعيم اشتغل ونجح 100% ورشينا الفطريات وخلاص بقى، هيطرح بعد قد ايه؟ من بعد من سنة لثلاث سنين. يعني بعد ما تطعموا لو النموات قوية ممكن بعد سنة يطرح، بس ما تسيبوش يشيل، لا تتركه يحمل ثمار. ليه؟ حتى لا تجهد النبات، يعني الأصح من بعد سنة، من بعد سنتين او ثلاث سنين كمان تسيبه ايه؟ يحمل ثمار. وزي ما انتم شايفين بقى الفيديو ابتدى هون، هو بيزرع ايه بقى؟ بيهو دي التربه المخلوطه، رمل عليه على طين او على ايه؟ او على تراب، رمل على تراب. هو يبتدي يملى الكيس هون، ثم يوضع البذور المبلوله لمده 24 ساعه، البذور المبلوله لمده 24 ساعه، او ممكن تعملها بمعامل بذور. يعني في معاملات موجوده دلوقتي في جميع محلات التنميه الزراعيه او شركات التنميه الزراعيه، معامله للبذور. عفوا.
هاي البذور مبلولة اهي قدام حضراتكم، معاملة بالماء لمدة 24 ساعة، ثم بعد ذلك هيحط فوقها طبقة من الرمل. ثم قلنا بعد ذلك بقى ايه، بعد 20 ل 25 يوم أشجار الحمضيات يعني من الأشجار التي ليس لها يعني ما فيهاش عيوب موجودة في غيرها، يعني مثلا ليس بها مثلا ظاهرة تبادل الحمل زي اللي موجودة فين؟ في أشجار المانجو. أشجار المانجو في أشجار مانجو بيبقى فيها غلطات مثلا بتطرح سنة وتريح سنة اللي مش مطعومة، وفي من اللي مطعوم بيعمل كده، وده الطعم بالعين. انت حضراتكم شايفين قدامكم اهو الطعم بالايه؟ بالعين. في نوعين بقى من انواع العين. النوع اللي قدام حضراتكم ده اللي هو بيقطع جزء من الجلد الخارجي، ويقطع برضه جزء من الجلد الخارجي من الشجر اللي يقطع منها، ويحط ده على ده وايه؟ ويلف بشريط لاصق. وفي النوع ده بقى بيفلق الجلد ثم يحط ديا تحت الجلد. يوضع العين تحت الجلد زي ما شفتوا، يلفها بالشريط اللاصق اللي عليها ده. و بعد ذلك بقى يعني بعد ما الثغره توصل عمر يعني هبقى اجيب بقى ايه برنامج كامل عن الموالح، يعني هتنتظروا الفيديو جاي اجيب برنامج كامل عن الموالح لما الشجره تبتدي تطرح بقى اول سنه. ودي الشكل النهائي للشجره زي ما انتم شفتوا في الصوره، تشوفون حتى مظهر اهو زهره الموالح بقى شكلها جميل جدا وريحتها عطريه جميله جدا، وزي الريحه العطريه يعني يمكن اهل مصر كلهم شم ريحه عطريه في الجو، دي من ريحه الموالح يعني الرياح بسبب تقلب الرياح في الدلتا واخدها على المناطق التانية في مصر، فايه ظهر معاها رائحة الموالح دي، هي الرائحة الطيبة منع الإشاعات. يعني أصل أنا شايف على الفيس في ناس عاملة إشاعات كتير وبيقولوا كلام كده مش منطقي، لا اللي عامل الرائحة العطرية دي ظهور أشجار الموالح. يعني أشجار الموالح من الأشجار والله المبهرة جدا الجميلة جدا، يعني تنفع للزينة وتنفع للإسمار. شجرة يعني خدمتها، أنا مش شايف إن خدمتها يعني متعبة، لا خدمتها مش متعبة يعني والله. البرتقال يعني الحمضيات والموالح دي مش واخدة نصيبها في مصر، يعني مش واخدة نصيبها في القطر المصري. يعني الأشجار دي لها قيمة كبيرة جدا، كفى إنها تعالج من أمراض كثيرة. فيتامين سي بالذات، فيتامين سي ده لو حصل فيه خلل في جسم الإنسان في فيتامين سي يحدث خلل في جميع الفيتامينات. ف يعني ارجو من كل الناس لا تيأس، انا بشوف كل الناس دلوقتي بتهمل اشجار الموالح، لا تيأسوا لا تيأسوا، اشجار الموالح افضل اشجار، افضل من اشجار فاكهه بكتير. يعني لما اشوف الناس بتتجه لزراعه الموز والله 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 خدمه اشجار الموالح احسن من الموز بكتير. ده الموز خدمته، الموز لو هتخدمه خدمه صح خدمته صعبه جدا ومكلفه جدا 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 جدا، بل بالعكس الموالح ده الموالح اللي هتحتاج الى خدمه. الموالح مني انا، يعني مني انا قبل ما اقول لك برنامج، يعني قبل ما اقول لك انا لسه هطلع برنامج تاني، اطلع في فيديو تاني او البرنامج كامل متكامل مني انا. الموالح اما تحط ماده عضويه في الارض اللي هو السباخ، بيقولوا عليه السباخ او السماد العضوي، يعني ما تحطها بحق ربنا الموالح هتجيب انتاجيه. فالماده العضويه هي عمود شجرة الموالح، هي الأصل. في مادة عضوية، في موالح شغالة، في إسمار، في كل حاجة كويسة. أما بدون مادة عضوية لا يوجد هذا. وفي النهاية أشكركم وأدعوكم للاشتراك في القناة، وانتظروا الفيديو جاي إن شاء الله هقول على برنامج لخدمة الموالح في كل شيء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.